نمر إلى القصة الثانية، وهي قصة أيضا أخرى، قصة لا تقل يعني لا تقل حرمان ولا تقل قساوة من قصة عائلة بن رابح. اليوم نذهب بكم إلى عنابة، بالضبط إلى حي سيدي سالم ببلدية البوني، لعائلة مكونة من 7 أفراد تعيش هي الأخرى في ظروف اجتماعية قاسية في حي فوضوي. الأم تعاني من مرض سرطان، الوالد بطال، الأبناء صغار، يعني ظروف اجتماعية قاسية. يلخصها لكم الزميل فارس مصباحي في هذا التقرير. تدخل كاميرا برنامج افعل الخير حي سيدي سالم القصديري بولاية عنابة لتنقل تفاصيل الحياة المزرية لعائلة نحال. الفقر، المرض، وأزمة السكن تحالفوا جميعا على هذه العائلة المغبونة المكونة من 5 أفراد. عبد القادر يحتار ماذا يفعل بعدما فقد الأمل في الحياة، لا عمل ولا دخل قار يوفر الخبز والحليب لأبنائه. زوجته مصابة بداء السرطان، يتكلم بألم، كيف يمشي لساعات طويلة في اليوم وهو يبحث عن منصب عمل ولو بأجرة زهيدة. الواحد فقد الأمل الأخلاع، ولا ما يسمى الإنسان مدام ولد الجزائر لازم تتهلى فيها الجزائر على كل حال. يعني مواطن جزائري ننتمي للجزائر، ما للجزائر شوفوني حل لولادي كيما ندير. هذه الخدمة عندي بريفي نهار كاين نهار ما كانش، تخدم 10 نهار و10 ما كانش، وباب 5 أولاد واش راح تكفي أكثر؟ عندي ملف تاع سكن، ملف تاع سكن من 2006 دفعته في السوسيال، وزادوا مركوني في 2010 وما كان والو. نمشي من هنا حتى لسيدي عيسى على رجليا نفرك، نلقى البريكولات. كيلومتر تمشي؟ زوجة عبد القادر تحلم بسكن اجتماعي تأوي إليه مع أولادها، تخاف أن يقضي عليها داء السرطان وهي في هذا الكوخ مع الجرذان. أنا مريضة بالكونسير، أنا عندي 5 سنين وأنا نعاني، وبك وقت البارح بارك قالوا لي أمس وأنا في الشنط مرض، هم زادوا داروا لي راندي فو حتى 15 في الشهر. لي زانانيز هاي قاعدة تقول لي زانانيز تعقلوا لي عاودي كلش بلوت كامل، كيما نقول أنا ما لي زانانيز صح نشوفوا لك الكواطر نشوفك عاد تجيني دوخة. أنا قاعدة هكا غير رادة تجيني دوخة البارح والبارح، أنا قاعدة كيما هكا طحت على الكنابية هذا ضربني للراس، يعني ياسر عليا سوبري. بعد قاعدة من الفيران نعاني في 5 الله يبارك. شكون يولي عنابة بخصوص السكن؟ أنا نقول الوالي عنابة يرحم والديك، نتوسل لك بأي طريقة. لا شفت لي شفت الملايكة تاع وجه الملايكة، أنا عمري راح، أنا مادام ما تمتعتش في سكنتي وأنا ولا لاباس عليا. دوك كي عدت كيما هكا ما عندي ما ندير، نتمنى وليداتي يتلموا في دار حتى نموت لي أنا، ولا الصغير ولا الكبير، نتمنى وليداتي نخليهم في دار هاي وراها مضمونة. ياسر عليا ومن حقي السكن. رغم الفقر ومرارة العيش، نسرين تدرس بجد، تبكي بحرقة كبيرة لحالهم، تستصرخ المحسنين المساعدة أينما كانوا، تصيح أنقذونا أين أنتم. نطلب يوفروا عمل البابا ويعطونا دار نقعد فانا وددي عرق الجمرة جمرة برك، نقعد فانا وددي نلقى بلاصة نرقد فيها. والله والله ما عندي بلاصة في الليل، والله ما نلقى ونرقد، يضربني البيف يديك والله رجلي توجعني في الليل، ما نقدرش نرقد، نخاف حتى ما ينكسر رجلي، عدي عليها فار ولا حاجة فبشني كما دار لأختي. طالبة منكم توفروا عمل البابا، على الأقل نحتاج سيل ونسحق كراس نسحق حاجة نلقاها موجودة، مش لازم نطلبها ولا لازم نقعد شهر ولا باش نجيب. نتمنى منكم تعاونونا في الدار وتعاونونا في خدمة البابا، تقعد عندي شمرة كما صحاباتي، عندي بيرو نقرا فيه، عندي كراساتي، عندي أدواتي يعني نضاف مش مسخين. أنا الميدي تيقيس لي أدواتي ساعات والله في الشتاء، والله نديهم مبلولين، والله نديهم مبلولين، نعدي على جارتنا نقولها جيحيهم لي حتى بالفرن وديعك، حبسنا الفرن في الشتاء، حبسنا الفرن في الشتاء ولا نقفلوا في البيبان غير بهم ما نكرسوش. دموع نسرين ستمسح بحول الله قريبا، الفرج قادم ما دام العطاء يسكن قلوب الخيرين في كل مكان.